تفضل. أكيد الصباح اللي أنت هتشوفي فيه وشي مش هيبقى خير طبعاً. تفضل. خير. بدأ الطلاق. عادي كده؟ عشان غلطة واحدة بس تضيع حب 4 سنين؟ طلقها بالمعروف وخليك الواحد يروح بطريقه. ياه، بالبساطة دي؟ ما في أحلى من البساطة. بس أنا كده مستقبلي هيضيع. الناس كلها تعرف إن إحنا اتطلقنا ومفيش ولا مستشفى هترضى تشغلني عندها. طبعا بسببك، أو بمعنى أصح عشان خاطر سعادتك. إذا ما استقبلوك بيكون بسبب قلة أخلاقك. أوكي، طالما أنا ما عنديش أخلاق بقى يبقى أنا عايز 1,000,000 دولار. بدك 1,000,000 عصا تعلم عجنيبك، ما رح أدفع لك ولا فرنك. تمام، وأنا بقى مش هطلق. بتطلقها غصب عنك بالمحكمة. القضايا اللي من النوع ده بتقعد سنين في المحاكم. حليني بقى على ما القاضي يحكم فيها. بس في شهود لقطوك بفعل الخيانة. وفيها ايه يعني؟ أنا ممكن بقى أخترع 1,000,000 سبب عشان الخيانة دي. ممكن أقول مثلا للقاضي ايه؟ أسعدت القاضي، هي ما بتدينيش حقوقي اللي أنا محتاجها. تخيلي بقى رد القاضي هيبقى ايه؟ فإذا بنلتقي بالمحكمة. مع السلامة. بابا وحشتني قوي يا بابا، ازيك وازاي كل اللي عندك؟ مالك يا بابا بتكلمني كده ليه؟ ايه يا بابا الكلام ده؟ مين اللي قالك كده؟ لا يا بابا لا. لا 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 مش هينفع ارجع مصر، لا مش هينفع. بابا 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 شو يعني؟ بدك تتركيني سنين على اسمه؟ لكن بعطيه 1,000,000 دولار؟ ايه؟ وبتعطيه 100,000,000 كمان؟ بس خلصيني منه بليز ماما، بترجيكي خلصيني منه. بعمل لك شو ما بدك، بشتغل كل حياتي لرد لك اياهم. اذا بدك احرميني من الورده بس بليز خلصيني منه او بقتل حالي. وحياتك انت بقتل حالي، بقتل حالي. هالوقت 1,000,000 دولار اللي ما قدر اخده مني بالزواج بده ياخده مني بالطلاق. غدا انا مستعد اشهد انه كان عم بيخونها. ولك ما بدها تسمع بكلمه محكمه، مش طايقه فكره انها تبقى على اسمه، وانا ماني قادره اعرضها لانها بحاله هستيريا. ولك هددتني بدها تقتل حالها، انا بحياتي ما شفتها بهيك حاله بحياتي. يا نبيل اهلي عرفوا كل حاجه في مصر. عمي هنا عرف وقال لهم، انت عارف ان هم عارفين مكاني، ممكن يجوا لحد هنا ويموتوني. وانا اعمل لك ايه؟ نتجوز يا نبيل، نتجوز بسرعه علشان خاطري. ازاي ومنين؟ انت ناسي يا هانم ان انا متجوز ولا ايه؟ وبعدين حتى لو مش متجوز انت مفكره ان انت بعد كل اللي انت عملتيه ده ممكن افكر اتجوزك؟ يا نبيل بقول لك هيقتلوني، انت مش همك. وانا همني ليه؟
إذا كان أنا كنت هقتلك. تقتلني يا نبيل؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ نبيل أنت ما بقتش بتحبني؟ نبيل؟ نبيل أنت ما بقتش بتحس بيا؟ ده أنا سنة حبيبتك بتطردني من بيتك يا نبيل؟ بتطردني وأنت عارف كويس قوي إن أنا ما عنديش حتة تانية أروحها؟ أنا مش مصدقة. روحي لنانا بقى هي اللي تبقى تخبيكي. أنت مش فضلتي مصلحتها على مصلحتنا؟ ولا أقولك؟ أنت فضلتي مصلحتك أنت على مصلحتنا إحنا الاتنين. رحت قلت لها على العلاقة اللي ما بيننا علشان أنا وهي نتطلق، فأنا وأنت بعد كده نتجوز. لكن ده بعدك. لما تبقي تقفي على شعر راسك أبقى أتجوزك. تمام كده؟ Thank you, Mimi. بعرف إنه عقلك معنا أنا مش معي، بس لازم أقرر الليلة. قولي لي أول فكرة بتخطر على بالك. شو بعمل؟ أنت عم تستعمل مشكلة كميل تتلاقي عذر لموقفك مع جيهان. إذا رديت على البيت بيكون مثل العادة، وصلت للي بدها إياه وبترجع الأشياء مثل ما كانت. عم تأكد لي شكي. أنت مشكلتك مع جيهان وكنت عم تستعمل كميل عذر. مش عم تفهمي حقيقة الوضع. هي إلها كذا سنة عم تنتقم مني وحتى من ولادي، لأنه معتبرتني إنه أنا السبب إنها تخلت عن ابنه. كأنه بدها تشيل الذنب عن حالها وتحطه فيه. بالآخر بقت البحصة حملت زواجنا مسؤولية مشكلة ابنه. كل عمرك تستوعبها، شو اللي تغير هلأ؟ أوف، تعبت. إلي حق مرة بهالعمر إني أقلب الآية. الكبير بيستوعب الصغير. إلك سنين عم تقولي لي الجملة ذاتها. زهقت منها للجملة؟ ما زهقتي أنت منها لما كانوا يقولوا لك إياها أيام البيك؟ ما تشبه جيهان بخيه. بلا صدقيني بيشبهوا بعضهم كتير. الفرق بيناتهم إنه هي مستكرجية وأمرجية ونسونجية. أنا رأيي إنه تعطيها فرصة تانية. هلأ ابنها صار معه وشفى من إدمانه، وهو طلب إنه يرجع على البيت، يعني أكيد ما بقى رح يعمل مشاكل. ولا مرة كان الوضع إيجابي مثل هلأ بكل فترة جوازكم. جربها، يمكن إذا ارتاحت نفسياً تتغير كرمالكم وكرمال الأولاد. وأنا رح أحكيها. بعد ما نمت بكرة عمليتك. لاحق نام 8 ساعات بالعملية. كيف عم تحكي على السلولار ممنوع؟ مثل العادة عم طبق الممرضات تيمرقولية. قول هيك ما عندي شك، بالشرم تبعك فيك تعمل اللي بدك اياه. وشو الفايدة؟ الشيء الوحيد اللي بدي اياه بهالحياة ما قدرت حصلت عليه. أمور معروف عادل، ارحمني ما بحمل هيك حكي. وهذا أنا ممكن موت بالعملية. شو؟ عم قول يمكن موت بالعملية. عادل، مو المعروف ليش عم تحكي هيك؟ هذا أنا عم قلك هالحكي في حال ما انكتب لي أرجع شوفك مرة تانية. بدي آخر كلمة تسمعيها مني كلمة بحبك، وبدي اسمعها مني. بدي اياها اخر كلمه اسمعها منك. حرام تعمل فيي هيك، ما تخليني اطلع باول طياره واجي لعندك. هذا انا بحبك. ما راح تموت، وعدني انك ما راح تموت. بحبك بحبك بحبك. عادل ما تجنني،
عم قلك بحبك. علي سمعيني يا حبيبتي، سمعيني يا بحبك بحبك بحبك. وأنا كمان. وأنا بموت فيك. خير سمير، بك شي؟ قررت ارجع لمرتي. الله يوفق. بس شو اللي صار؟ حكمت الظروف بالوقت المناسب هذه المرة، إنه قبل ما يصير شي نندم عليه بعدين، مثل ما صار فينا أول مرة. مين قال لك إنه أنا ندمت أول مرة؟ آه صحيح، ما كنت عم تستعمليني تتنسي الشاب اللي كنت تحبيه. أنت هالقد مجذوب ولا بتتجذبن؟ لا لا، ما قلتي لي إنك تجوزتي تتنسي حب رجال؟ بلا. فإذن ليه نرفزتي؟ رجع لعند مرتك سمير. ليه نرفزتي؟ لأني تجوزت تأنسيك. بس أنا لما سألتك كنتي مغرومة فيه لما كنتي معي، كان جوابي. كان جوابي إيه؟ معك حق، أنا أكبر مجذوب. أو ذكي، تقنع حالك باللي بدك اياه لحتى ما تحس بالذنب. أنا بعتذر، كنت عم بتصرف معك بأنانية بدون ما أعرف. وبعدين حتى لو مش متجوز، انت مفكرة ان انت بعد كل اللي انت عملتيه ده ممكن افكر اتجوزك؟ بتطردني من بيتك يا نبيل؟ بتطردني وانت عارف كويس قوي ان انا ما عنديش حتة تانية اروحها؟ انت فضلتي مصلحتك انت على مصلحتنا احنا الاثنين، رحت وقلت لها على العلاقة اللي ما بيننا علشان انا وهي نتطلق، فانا وانت بعد كده نتجوز، لكن ده بعد، لما تبقي تقفي على شعر راسك ابقى اتجوزك، تمام كده؟ انت شو عم تعملي هون؟ شو بعد بدك؟ مدام يزبك انا اسفه، سامحيني، انا عارفه انا غلطت غلطه كبيره وما ينفعش اتسامح عليها.
بس انا اهلي بيطردوني دلوقتي وممكن يقتلوني في اي وقت علشان خاطري خبيني. انا حبيت نبيل وصدقته، ما كانش ذنبي والله العظيم، كان جررني وراه زي العبيطه وما كنتش فاهمه حاجه، كنت مصدقاه على طول. انا اسفه سامحيني، انا مستعد اعملك اللي انت عايزاه بس خبيني عندك علشان خاطري. بقالي ربع ساعة مستني. اقعد بلاك انت تتحكي. بروفيسور احمد رح يشهد انه لقتكم بجرم المشهود. عارف، وبعدين انا كده كده خسران. اولا مستقبلي ضاع، ثانيا بقى وده الاهم، ان انت مش هتسيبيني في حالي وهتفضلي تحاربيني. لا انا ما رح احاربك، بس البلد كله رح يعرف انه بنتي طلقتك بعد 5 اشهر زواج، هن رح يحكموا عليك. يعني خسران، عشان كده بقى أنا عايز 1,000,000 دولار حق الطلاق. وليه بدي أعطيك 1,000,000 دولار؟ عشان ما بهدلش بنتك في المحاكم سنين، وبعدين الخيانة ليها أسباب كتير، خصوصا بقى في مجتمعنا الذكوري اللي احنا عايشين فيه. يعني مثلا ممكن أقول لهم إن هي كانت مهملاني أو مش مدياني حقوقي الزوجية، وممكن كمان أقول لهم إن هي كانت بتخني مع البروفيسور احمد، وبعدين في شهود كتير قوي تشهد ان هما ما كانوش بيفارقوا بعض طول فتره غيابك. طبيعي، بما انهم بيشتغلوا بذات المطرح وهو استاذه بالجامعه. هو طبيعي، بس انا اقدر ازرع الشك جوه دماغ القاضي، وبالتالي مش هيسمع شهاده البروفيسور احمد ولا هيقتنع بيها اصلا. وبعدين انا ممكن اقول له ان اي 2 في اول سنه جواز بيتخانقوا وبيحصل ما بينهم مشاكل كتير جدا لحد ما يتاقلموا على بعض، ده طبيعي. ممكن اقول له ان انا بحبها جدا وما اقدرش استغنى عنها، وانا فعلا بحبها ومش عايز استغنى عنها. وسنة نزوة وين هلا؟ مش عارف، احنا من اخر مرة اتخانقنا فيها وانا ما اعرفش عنها حاجة. يعني بتعرف انك واطي، ما غشيتني ولا يوم، بس ما كنت عارفة انك واطي لهالدرجة. بدل ما تستحي من حالك عم تبتزني. ما انا قلتلك ان انا ما بقاش عندي حاجة اخسرها اكتر من اللي انا خسرته. ما بعرف كيف قدرت تعيش مع حالك. انا ممكن اكون واطي وحقير زي ما انت قلتي، بس انت ست واقعية، احسبيها انت شاب فقير وجات له منحة ان هو يدرس في كلية الطب، قولي مثلا 10 سنين على ما يخلص دراسة، وكمان 10 سنين زيهم على ما يأمن مستقبله، يقوم يقابل بنت حلوة وغنية ومامتها عندها مستشفى كبيرة جدا، كأن أبواب السماء اتفتحت له. طب بذمتك انتي، في شاب يضيع فرصة زي دي من ايده؟ لا، بيستخف بمشاعرها وبيحتال عليها وبيمسح الارض بكرامتها. صدقيني انا في الاول اديت لها فرصه وسبت سنه وبعدت عنها وحاولت افضل معاها وما اخونهاش، بس هي للاسف كل يوم كانت بتعاملني اسوأ من اللي قبله، ومن اول يوم وهي بتعاملني بتكبر ومحسساني ان هي عامله فيا جميله ان هي بتحبني، لحد ما بدات اكرهها وبدات احن لسنه الطيبه الحنينة المتواضعة. وعايز أقولك إن أنا كنت بعمل كل ده وضميري ما كانش واجعني. عايز أقولك إن من كتر معاملتها الوحشة ليا خلتني بقيت بستمتع وأنا بستغلها. كان ممكن أتعاطف معك لو ما مساقب البنت اللي عم تحكي عنها هي بنتي، وافق على الطلاق وكل واحد بيروح بطريقه بدون شوشرة وبدون بهدلة بالمحاكم. اوكي موافق، بس هات 1,000,000 دولار الاول. ما راح اعطيك 1,000,000 دولار. وانا بقى مش هطلقها. ماشي.
نانا حبيبتي قومي من تختك بقى يلا اطلعي شوفي الطقس شو حلو برا شمس ودفا يلا قومي اتحممي وغيري لي هالبيجامه بقى واطلعي من اوضتك تركيني لوحدي ماما ماني قادره الك جمعه ما طلعتي من اوضتك وما رح اقوم غير ما تجي ورقه الطلاق ليش تيشوفوني الناس برا ويشمتوا فيي ويشفقوا علي ويقولوا هيدي هبله جوزها واحد ما بحبها تيطلع ظهرها بحبها لأنه ما بتنحق بلا حكي بلا طعمي إذا بيي ما حبني كيف بده رجل غريب يحبني بيك حبك بس حب حاله أكتر الغلط فيه مش فيك بكرهن كلهم بكره جنسهم لأنه نزيوني بس بواتك ما رح خلي حدا بقى يأذيني بس تخلصي من هيدي القصة رح اخذ لك موعد مع بسيكولوج لحتى يشيل لك هالجنون من راسك ورقة الطلاق هي البسيكولوج اللي رح تشيل الجنون من راسي ما رح يطلقها إذا ما قبض مصاري خبرين وسنة رح تعترف بالمحكمة عن عملية الاحتيال اللي خطط لها دخيلك اوعى تعرف نانا اني مخبيتها لسنة وعم ساعدها لتتجوزها غدا معقولة انت هيدا عملي بتعمليها بتلجأ لعندك البنت اللي خربت بيت بنتك بتستقبليها وبتحميها من اهلها غلطت شو بعمل بزتها لحتى تصير ضحية الجهل والتخلف بكر لك رح تدفع ثمن غلطتها بس تتجوزوا المهم هلا تنستر على عينين اهلها قبل ما اتدخل بالصلحة بينها وبينها بس كيف بدي اقنعه لنبيل يطلق نانا ويتجوزها؟ كيف؟ ترويقه حاضره مش جوعان خبريني بس يخلصوا الاولاد ترويقتهم طيب فيك توصل كميل على المدرسه في نسوان جايين يزوروني وبعد ما حضرت شيء تكرمي ميرسي أيوة مدام غيدة بونجور سنة عايزك شي ناقصك شي؟ لا مش ناقصني أي حاجة يا سنة شو بكي كل ما قلتلك كلمة بتفجري بالبكي؟ مدام غيدة بعد إذنك ما تبقيش معايا لطيفة بالشكل ده كل ما بتعامليني كده بحتقر نفسي أكتر كفاية قوي اللي عملتيه معايا لحد دلوقتي المهم بعدنا مطرحنا حبيبك بعده مصر يقبل ثمن مقابل الطلاق يعني انا هفضل مستخبيه كده لحد امتى انا معذوره عن الدنيا لحد ما الله ينور له عقله ويطلق نانا ويتجوزك ده لو قبل يتجوزني اساسا لولا ظروفك العائليه كان بيكون احسن لك ما ترتبطي بهيك انسان عارفه المصير اللي مستنيني معايا
بس هيكون اكيد احسن من المصير اللي مستنيني مع اهلي. ازاي نانا؟ عامله ايه؟ فضل اذا ما بتلفظي اسمع لسانك. اسفه. حاسه بالاهانه من ورا اللي عملتوه فيها انت ونبيل. اذا عرفت اني عم ساعدك يمكن تعيديني كل حياتها. مدام غدا انا حطك في موقف صعب جدا. موقف معقد ومش منطقي. مجبورة إنسانين إنك تساعدي واحدة أكيد بتكرهيها وبتحتقريها كمان. أذتك وأذت بنتك. أنا مش عارفة أعمل إيه. والله العظيم أنا لو ما كنتش محتاجاكي أوي ما كنتش لجأتلك. بس أنا فعلا ماليش دلوقتي حد غيرك. يا رب يا رب ربنا يقدرني وأقدر أردلك جزء صغير من جمايلك دي. وصدقيني هفضل شايلها فوق دماغي حد اخر العمر. السؤال اللي ما عم بيروح من راسي هلا هو كيف بدي انه يطلق نانا ويتجوزك؟ تفضل. أموري يا حماتي. عايزة إيه؟ اقعد وقتها نفس وما بتفتح تمك تأنا أسمح لك تحكي. عملك اقعد. رح أعطيك نص مليون دولار مقابل الطلاق. ولا كلمة. رح اكتب تشيك باسم سنة. نعم؟ بعد ما خلصت حكيه. بعدين ليه زعلت؟ مش وعدتها بدك تتجوزها؟ بس تتجوزها اللي لإلها بيصير لإلك واللي لإلك بيصير لإلها. هي سنة جاتلك؟ يعني من بين الناس كلها ما لقتش اللي انت وتجيلك؟ انجبرت، ما كان عندها مطرح تاني تروحي عليه من بعد ما حضرتك شحطها من بيتك. وانا كنت مخنوق منها ساعتها، يعني كنت اعمل ايه يعني؟ المهم هيدا شرطي. وانا بقى مش موافق على الشرط ده. يا هيك يا منلتقي بالمحاكم. وبحذرك انه سنة مستعدة تشهد انها كانت عشيقتك وتفضح الخطة الوسخة اللي نفذتوها. اصلا هي ما بقى عندها شي تخسره. حياتها مهددة وسمعتها على كل لسان. فزواجكن هو بس يلي رح يرد لها اعتبارها. لسوء حظها مجبورة تتجوزك. وهيدا تشيك ضمانتها الوحيدة بما انه ما عندك اخلاق ولا مبادئ يخلوك توفي بوعدك. وانا كده كده كنت هتجوزها. انا اصلا بحبها وبموت فيها كمان. ممكن يكون اللي حصل ده عشان كان وقتها كنت مخنوق ومتضايق بس مش اكتر. لكن اكيد يعني ما كنتش اقصد ان انا مش هتجوزها او ان انا اسيبها. دي حياتي. وبركي هلا كمان منك قد كلامك. هي سنة فين؟ أنا عايز أشوف. لا سنة موجودة بمحل كتير أمين ما بتقدر توصل إلا من بعد ما تحرر بنتي من اسمك الوسخ.
وما تجرب التلفن لسنة لأنه ما معها سلولير. شو؟ فكر ورد علي خبر. يا كلبة انت شو بتعمل هون يا واطي؟ يا واطي عمل عمل يا حبيبي تسمعي عمل ضحك بالدنيا كلها تسمعي روحي عمل قلبك عمل خلص كلب خلص كلب اوفى منك عمل تركيني بدي فش خلقي بالراحة بس على نفسك شوية وبدل ما تدافع عن مراتي وحقوقها روحي شوفي جوزك الأول اللي مفيش واحدة بتعدي كده من تحت ايده لك فل بقى فل 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 خلاص فل من هون فل طلع لبرا سلام يا فل طلع لبرا شو بك انت شو صار ليك؟ عم بقلبه عمي قبلتي؟ ونفسي عم تلعي منه قد ما انه مقرف انا كنت ضد هالصفقة بدها تخلص منه بعيلة تمن فيها تنطر تتحكم للمحكمة بالطلاق عشو مستعجلة؟ من ايمتى بتسبقي عاطفتك على عقلك؟ لا بدك تدفعي مليون دولار نص مليون ونص مليون لا بدك تدفعي تمن شي رح تحصل عليه ببلاش شو بعمل يعني؟ مش شايف حالتها؟ إلا شهر زير بحالة بالأوضة لا بتاكل ولا بتشرب ما بدها شي من الحياة غير تحصل على ورقة الطلاق شو؟ بتركها؟ ولا بدفع له المصاري وبرتاح منه من قرف ومن زيت هالمشكلة برا ظهرنا بقى؟ توريني على شو ضايق هلا برجع لوين؟ عم تعمل هون؟ تفضلي قومي خدي دوش ولبسي ثيابك معك نص ساعة تكوني بالمستشفى وقالا رح ارفع تقرير للجامعة انك ما عم بتأمني جارد مش قادرة فإذا ودعي الطب وفتشي على شغلة تانية وخلي نبيل يسرق لك حياتك مثل ما سرق منك ماضيك وحاضرك اليوم نزلت خبيب بن أبي فشيت كل خلقي فيه إيه برافو شو بيك دخلك أنت كل المستشفى عم تحكي بالقصة وأنت آخر همك ما شو بدي أقول يعني شو بدك تقول؟ قول إنه هيدا واحد كلب واطي بلا أخلاق هيدا رأيك مش رأيي آه ليه أنت شو رأيك؟ رأيي من رأيك بس المشكلة إنه ما عم بتخليني أقوله إيه تفضل قوله هيدا كلب واطي بالأخلاق بسطتي هلا الا ما تسمي لي بدني قبل ما افوت على العمليات Thank you.
شو يا بابا؟ عم تنتبهوا عمكن على دروسكن؟ طمن، نحن منيح عم ندرس وطنط أمل عم تنتبه لمام، مهم أنت تصير منيح إن شاء الله يا بابا. مجد، ليش اشتقت حبيبي؟ اشتقت لك داد، اشتقت لك كتير. وأنا يا بابا اشتقت لكم كتير. أنا أصلاً مش مطول هون، بالكتير على أول الصيفية كون عندكم بلبنان، كون أنتو خلصتوا مدرستكم، بناخد فرصة ومنسافر شهر كلنا مع بعض. مش مهم، المهم إنه أنت تصح. يلا طبنا لي ناطرتكم بالباركينج. لوين أخدتهم؟ رح تاخدهم على أورو ديزني وبيتغدوا هونيك. بسطو بابا. بحبك دول. وأنا يا بابا بحبكم كثير. يلا. ظاهر؟ لا، عم بلبس ثيابي لنام. اه والله؟ هيك بلا ما تخبرني؟ حبيت. شكله في تطور بعلاقتنا. صار لازم اخذ الاذن منك ها؟ بدي اعتذر منك، ما فيك تظهر بلاية، اجري على اجرك. وأنا كمان بدي اعتذر منك. لأنه السهرة يلي ظاهر عليها ما فيها نسوان. كلهم رجال. فإذا خليك بالبيت. قديه صار لما صرنا لوحدنا وعروا. بدي اعتذر منك مره تانية لانه ما فيني الغي موعد اخر دقيقه. خلص ظهري انت مع اصحابك. حتى لو كانوا رجال؟ رجال، نسوان، مدربين طبل. انا زلمه اوبن مايندد. بطلت تفرق معي. اه هيك صارت؟ اوكي. انت اوبن مايندد. أنا كلوز مايندد، ها؟ ما في دهرة من البيت. زيحي عن الباب وبلا مشاكل. قطعي هالليلة على خير. ما بدي زيح. باب. بليز، خليك معي الليلة. شي مرة اعمل شي كرمالي. والله العظيم إذا عرفت إنك لحقتيني رح تشوف شي ما بيعجبك. باب باب
صدقته احساسي ما بعمري فقدته كل شي لحظات محبة وحنان